المرسل سالم عبد الكريم من عرعر يقول: نرى بعض الناس من كبار السن والعوام عند الوضوء يتمضمضون ويستنشقون ويغسلون وجوههم أكثر من ثلاث، ولا يقومون بالترتيب ولا بالموالاة، وعندما نقول لهم إن هذا الفعل ليس صحيحا يقولون ليس فيه بأس، المقصود الطهارة، فهل هذا صحيح جزاكم الله خيرا وبماذا توجهونه؟ هذا غير صحيح، والوضوء بيّن النبي صلى الله عليه وسلم صفته بفعله عليه الصلاة والسلام، فإنه توضأ صلى الله عليه وسلم مرتبا وبدأ بالمضمضة والاستنشاق، ثم غسل وجهه صلى الله عليه وسلم ثلاثا ثلاثا، فيستنشق ثلاث مرات، فيتمضمض ثلاث مرات ويستنشق ثلاث مرات، ويغسل وجهه ثلاث مرات، ويغسل يديه ثلاث مرات إلى المرفقين، ويغسل رجليه ويمسح رأسه مرة واحدة، ويغسل رجليه ثلاثا ثلاثا. هذه صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. قد قال الله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ولا شك كأن الترتيب بين المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه مستحب، لأن المضمضة والاستنشاق من الوجه، فلو غسل وجهه أولا ثم تمضمض واستنشق، أو استنشق قبل المضمضة، كل ذلك جائز، لكن الأفضل هو ما ذكرنا أولا، أن يبدأ بالمضمضة ثم الاستنشاق ثم غسل الوجه، هذا هو الأفضل. وأما الإخلال بالترتيب في بقية الأعضاء، كأن يغسل يديه قبل وجهه أو يغسل رجليه قبل مسح رأسه، فهذا يبطل الوضوء، لأن الترتيب واجب فرض من فروض الوضوء، لأن الله ذكر هذه الأعضاء مرتبة، وما ذكره الله مرتبا فإنه يرتب في الفعل والأداء، وكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه توضأ مرتبا. وأما الزيادة على الثلاث فهي بدعة، لا تجوز الزيادة على ثلاث مرات، الواجب والفرض مرة واحدة، والثنتان فضيلة، المرة الواحدة فريضة، والمرتان فضيلة، وثلاث المرات أفضل، وما زاد عن الثلاث فهو بدعة، لأنه مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قول القائل كما ورد في السؤال: المقصود الطهارة، وعلى أي صفة توضأنا يكفي؟ نقول: لا، هذا كلام باطل، لا بد أن يكون الوضوء على الصفة التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينها لأمته. نعم.